اوكي الخوت، قبل ما نبداو الفيلم ديال اليوم نخليكم مع سبونسر ديال اليوم اللي هو موست بيتش. موست بيتش هي واحد الابليكاسيون اللي اول مره غادي تدخل المغرب، وهي واحد الابليكاسيون اللي كتمكنك انك تربح بزاف ديال الفلوس غير في داركم عن طريق انك تراهن على الفريق المفضل ديالك، ولا جبتي الرهان ديالك صحيح راه غادي تربح بزاف ديال الفلوس. دخلوا ليها، تلقاو ليا في الديسكريبسيون. ما تنساوش تستخدموا الكود برومو ديالي. حد موفق للجميع وتفرجوا ليا في الفيلم. هاي الباك الدراري راه ماشي كاين طب وحجر، ولكن اغلبيه ما فيهمش الثقه. اللي بغاك يجي تقبل دارك، اما التليفون ما عندك ما دير به المرتو غير بزاف. ايجا فيش فحنا من ناش البلان دابا فخا هو يجي يديها. كيفاش البلان دابا؟ صافي انا غنمشي نقول لها بالروجه. شنو هاد القصه؟ فهمتيني، ورانا وين رانا وين الحلال راكم مكتشفه غير راه كاع ما نجي عندك. داك الشيء شنو كتلقى في السيفي؟ الا كان بغا شي حاجه تشوفو كيف. خويا شنو تمسح راسك؟ بلاش شوفي الفيديو مزيان. هاد الكلمه اللي في بالك بلا ما تقوليها ما غانش فارقوش. كيفاش ما غانش فارقوش؟ ما نخليش صافي غادية شويه وصافي. معليش ما عندكش امتحانات؟ لا قاريه دابا غير فرنسا وغنجي عندي غير ساعتين. اوكي، ولكن شي حاجه اتصلي بيا. صافي زيري راسك. صافي نعاود تاني. لا وفقت ان شاء الله. شي حاجه في الدار؟ ما نمشي فين. شي حاجه اتصلي بيا. صافي يلا توفيق ان شاء الله. سلامه. باي باي. سير بلاك يا خونا الباهي مشيت. اخي ما بلا ما والو، كنت قال لي داك البلاك كنت فنيتو. الروج ولا اخي ندخل عندها تا للدار ما يمكنش اصاحبي. اخي ما بلا ما والو، حقرا هادي. هو على بلان الله يجيبنا مع من طيحة وخيجي. آه نعم الله يتعالى بنات وربي. شي بحيرة أخي بالروجو غدا غدا دا عمك راسك ولا داب الروجو عمسين أخوانا مش بحيرة خيجي الله يتعالى حميد دم فريدة. أنا ليا شنو هي هذا؟ اخي واحد الساطة نقول لكم نجيكم من الاخر نتوما خوتي. واحد الساطة حمقاتني نتوما عارفين ديما تنقول لكم راه هذه حمقاتني بلاصتك ديما انت يا فتا هو الساطة خويا راه شي حاجة اخرى زعما راه وريت الحامل انا وريت لك دابا اخي اقبال راه تعرف راه كتقرا في الميسي فين تنقرا راه الله 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 تتسالي معايا ضحك لبيع تتسالي معايا اخي راه الموش عليها بالروج ولا ما كانش ديالي والله الا كان ديال شي واحد صاحبي احنا ما عندناش مع هاد البلانات صاحبي قول لي شنو كاين اخي غنديوك شي حد تحد ديالك من الاخر غنصوروك اخي اين تحد شي حد في تيك توك درك فيديو طيحت شدي تليفون مزيان في حداه شنو هي الا طيحت لا طيحت شدي تليفون راه هي قدام صافي اخي ولكن بلاتي بلاتي الا ما طيحتيهاش على حسابك شي زرده زرده مزيان حميد فريده ان شاء الله ليا فراس انا غنمشي انا نعجبكم تليفوني هاك وجدوا لي داك التليفون شكون راه ما غيدير والو اصاحبي راه دخلني عليه بالروج ضاع ضاع غولا بالروج يلا مشيو غير عشقنا بعضياتنا واخا بجوجنا توكسيك غتكوني ديالي بيبي بجوجنا لي تسموكويت نضرب شي بيبي شي حبة بان شي كلمة لك في السما بيني وبين راسي واش هادشي بصح ولا حلمة غنحقو الاماني ديالنا بجوجنا في لامبورغيني عارف راسي مريض ونشي اللي كتاويني عمر شي حد بغاني كيما انتي كتبغيني كنت عارف غتكوني ليا واخا يدوزو شلا سنين بيبي غتبقى بلاصتك محفورة في قلبي ديما قام بروج ولا الدراري زوانه وباينه فيها بنت الناس ونقيه وكذا خصني ضروري نقصدها ودابا غنمشي نقصدها اصلا انا راسلت من دراسه على وديج وكيبقاو غا ساكشين حيت حنا بجوج كنبانو سو فاكين سكسي ديما قدام صحابي بزينك راه كان فلاكسي حيت نجيب الله راه كاع ما كاين بحالك حياتي يا 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 كوبرا واقف مع هذيك خيشي ومسخوط والدين هذا شو بالرجوله مش حالي وانا تنشوفك ما
ونمشي باينه في كدريه نقيقيه وكذا وبنش داركم ونمشي زوينه وكذا وبالروج ولا عجبشيني انا ما بغيتلاش كل لا علاقه لا والو ما بغيت نلبس عليك لا والو عطيني النميره مره نخرجوا كاصدقاء وصافي خويا ساليتي اسمح لي راني قاري خصني نمشي بسلامه ياك ويلي 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 على قنا الشيء هادي اللي ما كانش ديالي والله الا كانش ديال شي واحد اخر يا ديالي ديال سيدي ربي عقلي مزيان باش نحيدو بالله هذيك غير تكون ديالي اخي حالي بالروج ولا كتسالي معايا تكتب لي في الدراسة عشان تمشيني صافي شي نتفلو واحد صاحبي انت راك عارف اللي كاين صبر ماشي نسوقو حتى شي وحده ولكن هذيك بزاف ولكن زوينه هذيك غير تكون ديالي حامد تنقول لك غير تكون ديالي هذيك انتي جيتي هذيك انت ما كوبرا لا انا ورا يدك حالي واش نقسم لك فمي بالله صاحبي هذيك غاش كون ديالي دويش وساليش انا راك عارف ماشي ندير شي حاجه في راسي اش ندير صافي اللي كانت شي حاجه انا نعرف وصافي نغيرو من هذا الشيء ضروري خصني ندوي معاك بلا ما تقول لي لا خصني نمشي للدار القاريه ولا ضروري خصني ندوي معاك مالك اخويا مالك انايا من نهار شفتك ما تشوفش النهار وعلى الشهر من هاد الشهر الشمس طيب مسطا سطا شي منتيه مزيان اخويا بعد مني خليني نمشي للدار ناوي الشمس طيب اخويا في راسي من الاخر باش كتوقفني واش شنشيه اسمع نقول لك واحد الهضره مزيان نقول لك واحد الهضره مزيان شنشيه عاد الهضره اللي نقول لك دابا دخلها لراسك بلا شو ولاك راجل شنشيه اللي ما كنتيش ديالي والله لا كنت ندير شي واحد اخر اش قاس اخويا طاين انا ما نقدرش ننساك راه صافي مرضتش طلع عندو معاك ضروري خصك تدوي معاه خويا واش انت حمقتي حدا دارك جبيه طلع معاك وصافي دغيا بلا ما يشوف لي شي واحد الجيران واش حدا ودغيا نقول لك شي هضره ونرجعك دغيا خويا ما بغيتش تمشي بحال شوف انا راه ما نخليكش مع عمرها نطلق منك بالروجو صافي نطلق مني دابا شي داك الكس ديالك راه خصو اعدام حقاش حمارك وكش منو انا والله لا نطلقش منك دابا طلع عندو معاك ورجع خويا انا غير غندوي معاك دغيا يلا دغيا باغيك ديال بصح وراه فهمتك اخويا ولكن اقسم بالله اخويا ما نقدر عرفتي علاش دابا انا راه عندي اختي ياك ما عنديش والديه ولكن راه عندي اختي لاصقت لي الخبر والله هي غتقتلني عافاك خليني نمشي بحال شوفي انا ما بقيتش عليا بهاد الهضره هادي انا راه ماشي غادي نجي غنخطفاك ولا شي حاجه انا راه باغيك تكوني ديالي وان شاء الله تكوني ديالي للحلال راه باغيك ديال بصح علاش نقول لك راه تنعس راه ما تنفكر في شي حاجه تنفكر فيك غنشي ودابا قدريني وفهميني هاد خشك هادي انا نمشي ندوي معاه
راه ما نقدرش نعيش بلا بيك، راه واخا هي اللي عرفت كتموت داري، راه ما نقدرش نعيش بلا بيك. وانا ديجا قلت لي راه ما كنتيش ديالي، الله لك شي ديال شي واحد اخر، قلتها لك هادو، وملي قلتها عنيتها، ماشي قلتها وصافي بالفم. فهمتك اخويا، وانت باينه فيك دري زوين وظريف، ولكن صراحه ما عرفتش دابا انا رخصني نبدا في قرايتي حيت عندي الباك. وانا راه تنطير في لونغلي، انا 20 في لونغلي على حسابي. شو بلا ما نجبدوا لها السي كلشي دري زوينه، هانشي غتعطيني تليفون كنقيد النمرة ديالي، بغيتي تصيفط لي ميساج ديالي، ما بغيتيش تصيفطها نبعد منك ولعيب عليا الا عاودتي شتيني ولا سمعتي صوتي. صافي واه صافي نمشيو. خاطري في قلبي بارد كيشي غلاسون، لو بحبي قد نولي انا موفي كارسون، غنفاتو بجوجنا غنضربو حبة حبة ليريكا، غنحلموها كبيرة بدات في سلا غتسالي في ميريكا. سحرتني باش نفهم لي كنقرب وكنكيسيها، سحرتني بعينيها ملي كتكلميني وكنشوف فيها، اجي قربي ليا شنيفك حلوين كي الفانيلا، راه كنقول ليك الضحكة ديالك شحال وانا طايح فيها، حياتي ضرابي وين شي يا حبي اللي شافي اول شاني قبا قف بالي قامنا اختي بسلام بسلام بس تعرف انا اختي ممكن والو ياك، وانا قلت لك ما تخبي عليا والو، اي حاجه قولي لها، انا كبيره بحال ماماك. دابا اختي واحد الدري ديما كيوقف عليا فاش كنكون غدا للدراسه، ودس عليا وصافي عطيته لمرتي وقال لي بلي راه باغيني بصح وباغيني بالحلال. مفوقاش كيوقف عندك كاع ما قلتيها ليا، شوفي نقول لك اختي انت راكي باقا صغيره، قريتك هي الاولى الدراري، انا هادشي دازت عليه، راه يجي اليوم يقول لك نتلاقى وغدا نجي لداركم، اللي كيبغيك يدق باب دارك ماشي غير يدخل من السرجم. انا كنصحك ما تيقيش كاع في هادشي كاع، تبعي قرايتك هي اللي غتنفعك، اما اللي باغا الزواج راكي باقا صغيره، الزواج راه مسؤوليه كبيره. لا اختي دابا هو راه من شحال هو تابعني، ولكن انا ما كنتش مسوقه ليه حتى فوق، ما كنتش غنعطيه لمرتي، ولكن ملي بسل عليا، ولكن الصراحه راه كيبان ظريف، كيبان ولد الناس. انما الا عطيتيها له تقدري تبدليها، تقدري ديري له بلوكس ولا كنتي باغيها، ولكن انا كنصحك خويا راسك من هذا الشيء، راه هذا الشيء ما غينفعكش. الدراري راه ماشي كاين طب وحجر، ولكن اغلبيه ما فيهمش الثقه، اللي بغاك يجي يدق بالدارك، اما التليفون ما عندك ما ديري به مرتو غنصحيها. صافي اختي كلامك هو الكبير، اصلا غادي دابا نصح لمرتو، صيفط ليها ميساج غنبروك. شكون كيسوني؟ وقيلا هو شتي تسارع، المهم بلوكي صافي ما تجاوبيش كاع، خدمي عليك داكشي داكشي راه داخل الخاوي. صافي حيدتو عليا راسي. فيك الجوع معقول؟ باغا تاكلي؟ بزاف. سير دير لك شي حاجة ما نشكي حاجة خليك. صافي يلا تنعيطك وأجي. واخا شوفتها خلاوني عايش في الباراديس ما احلى فينا، عارف راسي اناني باغيك شكوني ليا بوحدي في ذات الضحكات ديالها ناري ناري، كطول اسما ينجم في الليالي معاك بيبي انتي بغيت تكون مامي مامي بيلا. ولدي ماش نفكر فيها تا شي طاري ليا صيفطت ليا ميساج، دونك دابا عندي المرشا غنصوني ليها غنقول لها داكشي اللي تنحس فيه. الو اش فين صافا عليك مزيان؟ شكون معايا؟ انا راه اناس. فين كنتي دابا؟ اش ميلك تاعك؟ اه وصافي شوفي انا راه داكشي اللي قلت لك راه كامل فهمتيني، راه دويش معاك وانا تندو مني شي، يعني انا اللي قلت لك راه باغيك ديال بصح ديال بصح، وانا اصلا عندي ديجا هذا القرار هذا ديال راه ما شكوني ديال شي واحد اللي ما كنتش ديالو.
عمرنا غنسالي ولا بغيتي نتفرقوا في القبر غنسالي حتى نفكر نقول صافي حتى تفكري على خاطر صافي حتى نفكر ونرد عليك وخصني نقطع دابا بسلام خصك جاي صافي الخطة مضبوطة غير تيقي فيا حب ونتيا مكتوبة غنجمعو لا مولا نديرو اللي بغينا فاك بنادم واش يقولو لينا حبة كندوبها فمي كي شنايفك ملي كتقربي انا ليا بيبي كنشوف قرطاسة عارفة كتبغي غير راسة جوج حوايج انا والطاسة كتحبني انا كدوزا جوجنا حافظين الكراسة بيبي عارفك راه شيطانة مالك في الصيفة بلارة خليتي في قلبي الامارة او ما بيبي يور ما ليدي فين ما مشينا غنبان وسطهم ديما مهيبي او ما بيبي عشي شنو مالك الكوبر لقيت تما واحد خايش تحمق والله كي دير هاد خايشي واو وحق الرب هي ما يمكنش مع وليدي هنا هنا صاحبي وين الشيخ انا ليه الله يحفظك وين ديان خونا كوبرا كوبرا خويا راه على بالي بلي ولاد ديالو ديك خدمه متحمقنيش لا لا الباع عطيشو موطور راه يلاه قال لي دابا قال لي شفتي واقف الكوبرا شفتي واقف لا خايس الباع عطيشو موطور مشى شدا صافي ولاد ديالو اخي شنو ندير في هاد البلان هذا البلان دابا غادي يدير لنا التليفون دابا غنفكر في هاد البلان مزيان طلع على مولا انا شي اخي حميد انا عارف شنو غندير له بالروج يلا مشي يلا حياتي ضربي وانتي يا حبي اللي شافيتيها اول جاني قبقى في بالي قاع ما نسيها العافية اللي في قلبي غنجي اللي قديتي طفيتيها قاع ما حسيتي جابش نايفك دغيا وليتي شالتيها قاعدش بقاعي ديالي واخا يدوز وش الايامات جي اللي عايشة في قلبي وشي الاخر كله مات كان بغيك كان قولها لي كل نهار كل ليلة كل صباح كان بغيك ودابا وقت الامتحانات نورمالمون خصك تكوني في المدرسه اش من مشكل عندك عاوتاني وقيلا درت شي زبله عاوتاني ما نعرف اختي ما عندي ما نخبي عليك انا داك الدري عاود تلاقيتو وصراحه وقيلا وليت كنبغيه اويلي كيفاش وليتي كتبغيه بلي ليا نهار وليتي كتبغيه كاديك نهار قلتي لي صافي نبروكيتو ما بقيتش كنهضر معاه دغيا بغيتي دغيا حبيتي وحبك كدرتي لهاد الشيء اختي منيت كتهضر ولا كتفلي عليا على هذا الشيء ديال الطباغيش ديالك راه طلع عليا في راسي والله العظيم كل مره كتقولي لي هضره شنو غتجيبي لي شي عجب اختي دابا انت واقيلا كاع ما كتثقي فيا حيت كنتي كتثقي فيا ما تقوليش لي هاد الهضره صافي الدري بغاني وبغيته وصافي واصلا هو راه باغيني الحلال ما تحكميش عليه حتى ماشي ما كنتيقش فيك ولكن هاد الحب جاني على غفله ما فهمتلوش ولكن المهم شوفي بلا ما نصدع راسي انت كتثقي فيه قلتي ولد الناس
قلتي عيب، قولي له يجي يهضر معايا وغادي نشوفو اللي كيبغي راه كيطق من الباب. راه ديجا قلتها لك، الا بغاك يجي ونشوفو هاد ولد الناس، الا كان بصح باغيك راه غادي يدق بابك. ولا شتي كيهرب، عارفه راه ديفو فيك ماشي فيه. اها صافي مزيان بحال هكا، امتى بغيتي تشوفيه؟ دابا نصوني ليه. بلاتي عليك شتك تحمستي بزاف، راه غير يجي وغادي نهضر معاه ونشوف عقليتو كي دايره. انا غير نشوفو غادي نقلع، واش ولد الناس واش غير كيتفلى عليك؟ الا كان ولد الناس مرحبا به، لكن ولد الحرام لا يبعدوا علينا. هادشي اللي نتمنى لكم غير خير ان شاء الله. يلا انت سوني انا نمشيو نجيكم شي كاس اتاي فاش يكون جاي على مهني. يلا نوض نوض نجمع شويه الدعوه. صافي واخا هكا فهاد الحاله كاع ما كنخدموش الشغل. الو فينك؟ بغيت نقول لك شي حاجه. دويت مع اختي عليك وبغيت نشوفك، الا كنتي مسالي اجي اليوم. ولكن عندك تخويبية، اختي دابا راه ولات عارفاك. ما تعطلش، سلام. شكون بلات؟ السلام عليكم. اهلا كي داير؟ بخير بخير. انا سقيله. مرحبا بك، تفضل. كي داير العائله؟ الله يسعدك، كلشي بخير مرحبا. 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 وخضري في قلبي بارد كيشي غلاصون على ود حبي قاد نولي. مرحبا خويا انس، نهار كبير هذا. الله يحفظك اختي، والله يساعد دبشي راسك وحق الله. لا لا عاد راه ديما كيكون في الدار، ملي كيجي الضيف راه ضروري كنستقبلو في كويزير اتاي. الله يحفظك ليا، ربي يخليك اخويا، يكبر فيك. ايوا المهم مش غادي نقول لك، انا هضرت لي عليك انصاف وقالت لي هذاك الشيء اللي بيناتكم، شحال انت كتصر عليها باش دات النمره. هي الصراحه باقا صغيره وباغيها تقرا، تكمل قرايتها وتخدم ان شاء الله. ولكن انا كنت باغي المعقول تعرفوا تخليها تكمل قرايتها. فهمتك فهمتك، انا راه ما نكذبش عليك، انت راه دابا راه بحال خدمه كبيره. فهمتيني، راه هي راه فهمتيني، راه شنو بغيها بحال فهمتيني، بدل اختصار فهمتيني شنو بغيها فهمتيني. وباغي تكون ديالي، وانا راه انا باقي نقرا نكمل قرايتي وكذا ونخدم حتى انا. امين فهمتيني، ورانا وين رانا وين الحلال، راكم ما كنتش باغيها راه كامل نجي عندك. هذاك الشيء علاش انا قلت لها اتصلي بي، الا كان بغى شي حاجه المعقوله. راه اللي كيبغي المعقول راه كيدق له الباب، ولا اللي كيبغي تشوط راه كيجي من السرجم. راك عارف اللي كاين، هي راه باقا صغيره راك عارف، ما عندها حد. بصح انا هي ما انا باها انا خوها انا كلشي. بصح وفاش هضرت لها قلت لها جيبي، انا راه كنعرف الواحد من الاخر كيبان لك من الناس. الله يحفظك. ايوا ان شاء الله نتمنى لكم الخير، ولكن انا كنقول لك غير هي خاصها تكمل قرايتها، وما الا دخلنا هذاك الشيء ديال الحب والعلاقه راه تسمح في القرايه. فهمتك، خاصها دير كل حاجه في بلاصتها. القرايه هي الاولى. القرايه عاد الحب. ايوا الله يسهل الامور اخويا. امين اختي الله يديرها في عويناتك. ولا ضروري يكون هاني نديرها، ماشي في عويناتي غنديرها هي عويناتي فهمتيني. حنا راه ولاد الناس، واش نبغيو نقولو؟ لا لقينا مع اللي حسن منين هادشي اللي كان. امين تليفوني شي صوني، اسمحي لي راه والله عندي واحد الغرض. عرفتي راه خلي تلقاي وش عندك وحق الله. ربي يخليك، ماشي مشكل ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله، اسمحي لي عذبناك على اخر. لا الدنيا هانيه، ولا ما خصش تشربوا، لا العادي مرحبا بك في اي. يلا اختي ان شاء الله لي في راسك. ان شاء الله لي فيها. وانت اللي تهلا فيها دابا. ضروري. ما نبقاش نبان عليك. صافي كوني هاني. يلا بالسلامة. الله يحفظك. شحال هادي ياك سمعتي كلشي؟ هي قالك راه كيبغيك، وانا وين معقول. ايوا انا راه الشرط اللي شرطت عليه راه باين. واش اختي راه قلتلك راه كيبغيني، ودابا قولي لي كي جاك؟ ايوا مش غادي نقولك، هو راه كيبان ولد الناس وظريف
زعما شكلني ليك حتى زعما صراحه كيبان ظريف والله عمرها سلعه. ايوا هادشي كيبان في الاول حتى تعشتي عاد انت اللي غتحكمي ماشي انا، وانت اللي بغيتي انت اللي عارفه دابا انا الواجب اللي عليا راني درتو. ايوا البقاله الله داكشي اللي كنتمنى لك واخا هكا اختي ما تقيش بزاف يعني تديروا لك ان شاء الله ما تخافيش اختي. ايوا داكشي اللي بغيت كنتباركم غير الخير ان شاء الله. و تقراي غتلقاي قرايتك في التعليم واخا تتزوجتي راه تخدمي تقراي راه ما كاينش ولا قالك ما عنديش مشكل انا كيتخدمي وتقراي هادشي اللي هادشي اللي عجبني فيه. لا انا اصلا نخدم واخا ما يبغيش تي عرفاني باغا نقرا باغا نخدم هادشي اختي خصك ترضي عليه من الاول باش ماشي تا ديرو فيك حب بيضا ديال الصداع ماما هادشي تقال في الاول انا راه قلتها راه قالك ما عنديش مشكل ونطلبوا الله ان شاء الله الله يسخر الامور ان شاء الله. صافي اختي وما يكون خاطرك شكرا مزيان بخير. المهم شي عشية الكوبرا كيفاش اخويا فيك تعرفني؟ المهم ماشي مهم فيك نعرفك وكدا كوبرا راه تيقمر عليك. كيفاش؟ كيفاش؟ انا تنشوفك كيفاش؟ خويا شنو تنسى عليك؟ شوف بلاش شوفي الفيديو مزيان شناهي الا طيحت انا؟ الا طيحتها شديتيني في ورايا قدامك صافي اخويا ولكن بلاتي الا ما طيحتيهاش على حسابك شي زردة زردة مزيان الروج ويلي عارف قالوا لي علاش اخويا اش يسولك جرت كل شيء ومشيت لبعيد حيت عيادني هدرت الناس هدرت الناس عارف قالوا لي وقالوا لي ما نسواش جرت كل شيء ومشيت لبعيد حيت عيادني هدرت الناس الو اناس فينك عشان ما جيتيش عندي دابا اقسم بالله حش غتنساني دابا تكون عندي مالك شنو كان انا الساعه مالك شنو كان خلعتيني في التليفون شنو كان كيفاش مالك داكشي اللي داير كامل كتقول لي مالي شترت عاوتاني لا ما درتي والو هذاك هذا معلمه بيش عندي دري وراني فيديو انت مقنتش اصلا دايرني انا لعبه انا لعبت صحابك على ودنك على التليفون شكون شنو دخل هذاك اللي كتهضر صاحبي انا واحد فيهم كي داير ما عرفتش شنو كنعرفوش شنو قال لي اناس شنو قال لك شنو قال اناس شنو قال لي اناس وشنو قال لي اناس دايرني لعبه انا دايرك واه داك البلان ديال شحال هادي كيفاش بلان عطاني فرصه نشرح لك عطاني فرصه نشرح لك شرح لي في الاول دابا في الاول وما بغيتوش يقولوا لي انا راه ديجا مشيت عندهم اليوم راه واحد البنت راه كتعجبني وكذا هما قالوا لي قالوا لي احنا ما عندناش مع هذا الشيء هذا احنا نتخاطروا معاك اولا طيحتها اعطوك تليفون انا هذا الشيء ما كنتش قاعد ديرو في بالي انا كنت باغي هذاك التليفون ودابا ملي عرفتك وكدا راه وليت كنبغيك بصح عبر داك الخطر ما كاين لا خطر لا والو كيفاش غنتيقك دابا راه شفت الفيديو بعيني كيفاش غنتيقك اتيقي فيديوهات كدبيني انا اللي ويلي دابا واقف قدامك واش ندوي معاك ولكن انت ما قلتي في بلي كنتي مخاطر معاهم على وديتي واش عارف انا بصح ولا شي باغيني بصح وجايبك حتى لدارنا اصلا عند اختي شوفي ما كنتش باغي نقول لك شي كان بصح خطار وكان داك الشيء غير لعبه وكنت داير ديك اللعبه كما كتقولي راه كاع ما نجي للدار عند خشك راه كاع ما غندوي معاها عليك وكاع ما نجي عندك دابا وكاع ما ندير بزاف ديال الحوايج انا هاد الكلمه اللي في بالك بلا ما تقوليها ما غنتفارقوش كيفاش ما غنتفارقوش ما نخليك واش انت مستقبل وثق مني وما تشدش فيا شنو نقول لاختي دابا انا شنو نقول لاختي ما عندك ما تقولي ليها قولي ليها هو راه يخدموا انا نجي عندك للدار واش انا دابا غادي نتشك فيك كيفاش غادي نتشك فيك حيت كنبغيه واش ممكن حيت كنبغيه وما عمري ما نخليك كنبغيك وما عمري ما نخليك ما نبعدش منك ما نبعدش منك
هذاك الشيء واخا نفترضوا انه كان خطر في الاول راه تعلقت بك بزاف راه ما نقدرش ننساك راه مشاش مقراسي ولا شي حاجه ما كنتش في حياتي ما عندي ما ندير في هذه الحياه اللهم نموت ولا الحياه ما تمشي ما كاينش راه ما يمكنش ليا انا نعيش بلا بيه